تتواصل عبر بلدية ولاية شلف حملة الحصاد والدرس مع توقع إنتاج 2 مليون قنطار من الحبوب بمختلف أنواعها في ظل العتاد والتسهيلات المقدمة للفلاحين. السيد الوالي لنا اللي فتح الموسم تاع الحصاد في هذه الايامات ان شاء الله ندرسوا وان شاء الله بربي يكون انتاج وافير ان شاء الله ومليحه للبلاد. وهذه حاجه مليحه، منذ الاستقلال ما شفناش حاجه كما هذه حتى لسنا، ولكن شكرا سيد الوالي للخصله هذه اللي دارها. وحنا على كل حال التخزين كان على مستوى ولايتنا كان ناقص، وفي لا لا الماشينات في الحقرة موفرين، المشرة موفرين عندنا، ولكن احنا علاه وش راه ناقصنا في الفلاحه تاعنا؟ شوف زادوا لنا في الانجري راه يلحق لنا مليون. الفلاحون في اريحيه تامه هذا الموسم نتيجه دعم الاسطول الفلاحي بالات حصاد جديده، اضافه الى رفع من نسبه تخزين الحبوب. عندي معلومه ان فيه كان فيه ازمه الات الحصاد، دعمنا هذا الموسم ب 15 آلة جديدة وزيادة على 24 آلة تاع سي سي ال اس. ثاني كان فيه أزمة تاع أماكن الخزن، إذا نعطي تعليم أي مكان يكون قابل لتخزين الحبوب تكون فيه تسخيرة من السيد الوالي ونسخره. إن شاء الله يكون موسم إن شاء الله معتبر إن شاء الله وبذرة خير لولاية شلف إن شاء الله. يبقى على الفلاحين مضاعفة العمل من أجل كبح باخرة استيراد الحبوب من الخارج.